يرم قائم مقامية قضاء كركوك وكالعادة القيام بحملة رفع التجاوزات على الشوارع والأرصفة في أغلب الشوارع الرئيسية في المحافظة للحفاظ على جمالية وانسيابية السير في شوارع المدينة. نعم، هناك تجاوزات لدينا كلجنة إزالة التجاوزات ولجنة تنظيم المدينة، فيوميا نحن يتم إزالة التجاوزات وتغريم المتجاوزين وفق قرار 296 لسنة 1990 المعدل لحد 500,000 دينار يتم تغريمهم، وبعض الأحيان إحالة المخالفين والمتجاوزين إلى القضاء لمحاكمتهم. الكسبة وأصحاب البسطيات في مدينة كركوك انتقدوا إدارة المدينة وطالبوا الجهات المعنية بإيجاد حلول منصفة خاصة، وإن أكثر أصحاب البسطيات هم من خريجي المعاهد والكليات. يعني إحنا وين نروح؟ قال لي يلقينا فد شيء بديل له، وإحنا هم ما نبقى على الرصيف، وإحنا صارنا سنين هنا، يعني مو بس اليوم مباشر، كل فترة يزون علينا شيء للغراض دخلي. احنا مصاحب عوائل، ما عدنا اي شيء، ما عدنا شغل. 100 مرة انا مقدم للتعيين، ماكو تعيين، مواليدك ما يشمل. يخلي يقول لهم شغل، هذول كله خريجين، كله خريجين. هي تعال قول الدولة ايش انطتنا. انا هسه عقد مدرسة حارس ليلي صار لي 4 سنوات، انا محصل شنو؟ الله وكيل، كل شيء ما محصل. زين، هاي العالم فقرة تعبانة، اللي بيع كرفوس، اللي بيع فلافل، اللي بيع تمر، خلونا نعيش معودين. الدولة ايش منطيتنا يا معود؟ ها صار كم سنة احنا ايش منطينا؟ ايش منطينا؟ انطتنا راتب، انطتنا شيء. شن ناكل يا معود؟ خلونا عمي ما اريد منهم، احنا 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 بتعبنا ناكل. احنا هاي العالم كلها جاي بتعبها تاكل. ما اريد منهم عمي. ما اريد، خلي تشوفونا شرهم. والله اخي صراحة قائم مقام يجي يرفع الاغراض، هذول رزقهم على هذول. خلي يفتحوا لهم فرص تعيين حكومة، فرص عمل اجتماعية، ضمان اجتماعي، رواتب يصير عندهم بعد، ما حد ما يشغلها شغلة. صراحة احنا اول الناس مخلين هذا الميز على الشارع، لان رزقنا هنا، علينا عائلة، علينا ايجار، علينا مصروف. وما بين لعبة القط والفار وسطوة رفع التجاوزات لأيام أو ساعات وعودة أصحاب البسطيات لأماكنهم، يبقى الوضع كما هو عليه. في وقت يرى الكثير من المراقبين أن البلد يمضي نحو توترات أكثر في ظل مطالب الشعب الحقيقية بإصلاح ومحاسبة الفاسدين.